نور، نعم. هو ما فيش حاجة وقعت منك؟ لا ما فيش، وقعدي ساكتة شوية عايزة أركز. طب دي ما وقعتش منك؟ ايه دي جبتيها منين دي؟ لا هديها يا مامي، هديها مامي مامي. بس بس ممكن تديني التيكت؟ لا، وعلى فكرة أنا عارفة كل حاجة. عارفة إيه بقى إن شاء الله؟ عارفة إن أنت رحتي مع صاحبك البارك لما كنت بتعاقبة، وعارفة إن أنت رحتي معاه السينما، وبعديها رحتي على النادي، وعارفة كمان إن أنت بكرة ما عندكيش بروفا زي ما قلتي لمامي، صح؟ بجد والله؟ طب هيك. لا يا مامي، بس مامي تعالي. بس ممكن أعرف أنت عايزة إيه بقى بالظبط؟ عايزة سويت كتير. بس كده؟ حاضر. لا مش بس كده، وعايزة كمان تخرجيني معاكي الخروجة الجاية لما تيجي تخرجي من ورا ماما. لا طبعا مش هاخدك معايا في حتة انا كده. طيب ماشي مامي، ده عارف شو. خلاص هتنيل اخدك معايا، بس عارفة لو فتحتي بقك ده مع اي حد مش هتكلم، بس تخرجيني معاكي كل خروجة وتجيبي لي سويتس كمان. حاضر. ممكن؟